بص يا جماعه، والله انا ما كنتش محضر الفيديو دوت خالص، وامبارح لسه منزل الفيديو بتاع الاونر 50. ايه ده، العدسه متوسخه. نزلت الفيديو بتاع الاونر 50 وداخل بقى اشوف راي الناس ايه وفي التسعير والكلام دوت. انا اصلا ما كنتش عارف السعر، ودخلت اشوف السعر وما شدنيش بقى السعر على قد ما شدني رد شاومي. شاومي اعلنت انها هتنزل الشاومي 11 لايت وال11 تي وال11 تي برو. زي ما قلت في فيديو امبارح، الفتره الجايه هتشوف اربع موبايلات تقال قوي ومهمين جدا. اولهم اللي شفناه امبارح الاونر 50، واللي موجود اوريدي سامسونج اي 52 اس، والريلمي جي تي ماستر اديشن، واخيرا بقى الشاومي 11 لايت. كلهم بيتشاركوا ان هم بسناب دراجون 778. فالسامسونج في حدود السبعه، الاونر نزل امبارح غالي جدا يعني بسبعه، والفيرجن الاعلى بتسعه. اتوقع ريلمي برضو مش هتنزل اقل من سبعه، يعني ممكن تبقى سته وحاجه. شاومي بقى راح منزله بقى البوست دوت تقريبا في نفس ميعاد نزول البوست بتاع اونر، وراح منزله السعر دوت والصوره اللي قدامكم ديت ال11 لايت وال11 تي وال11 تي برو. سيبك من 11 تي وال11 تي برو، احنا جايين لهم ثواني، هم دول اصلا المهمين. بس ال11 لايت اللي هو المنافس بتوع الثلاث موبايلات اللي قلناهم نازل بخمسه وحاجه. حتى لو الاكسات ديت 3 ساعات يعني 5999، قول 6000 يعني، ستيل برضه منافس جدا، سعر منافس. واتوقع ان هم مش 3 ساعات، اتوقع ان هو هيبقى في بدايه ال 5000، 5333 مثلا. الموبايل جايب شاشه اموليد 90 هرتز، جوه مروزه الميه، وبيتحط له كارت ميموري، بطاريه مش كبيره قوي زي الاونر كده 4250، وشاحن 33 واط. شكله شيك جدا وحلو والله، ورفيع بغباء 6.8 ملي متر. مش ده المهم بقى، سيبك من دوت. اللي عجبني بقى وشد انتباهي هو سعر ال 11 تي و يعني 6 وحاجه. قول يا عم هينزل ب 6999 يعني 7. تعرف بقى الموبايل دوت جايب معالج ايه؟ الموبايل دوت جايب معالج دايمنسيتي 1200، المعالج ده قوي جدا ينافس فئات ال 800، وبرده شاشه اموليد 10 بت 120 هرتز، بطاريه بقى 5000 وشاحن 67 واط. ده بقى اللي يهمني جدا، وحاسس ان انا مفضله او ارشحه اكتر من ال 11 لايت. يعني هو فرق السعر، قول يا عم 1000 جنيه بس لا، هتاخد بطاريه وشاحن احسن، معالج احسن بحبه حلوين، كاميرا 108 ومتاكد طبعا انها تبقى احسن من اللايت. فغريب. نسخه البرو بقى ال 11 تي برو نازله ب 8 وحاجه، فلنفترض ان هي 8999. انا عمال احط لكم ايه اعلى سعر متوقع عشان اوريكم برضو قد ايه بالسعر دوت والمواصفات دي. اللي اسمعها بقى، ده جاي بسناب دراجون 888، يعني اقوى معالج في العالم 5 نانومتر، باقل من 9000 جنيه، يعني باقل من النسخه العاليه اللي الاونر 50 نزل بيها. هم نازلين يضربوا في اونر وفي سامسونج. الموبايل سعر غريب، شاشه برضو اموليد 120 هرتز، البرايتنس بتاعه بيوصل ل 1000 نتس و10 بت اتش دي ار 10 بلس، والكاميرات ال 108 وي وي وي. ولكن بقى البطاريه والشاحن، بطاريه 5000 زي ال 11 تي، ولكن الشاحن 120 واط. مفيش شركه في العالم تقدر تحط الشاحن ده بالسعر ده، يعني الموبايل بيشحن لك 72% في 10 دقائق بس، 10 دقائق، و100% في 17 دقيقه، ودي بطاريه 5000 ها، مش 4000 4300. مش عارف شاومي دي غسيل اموال ولا لاقيين فلوسهم في الارض ولا ايه، بس حمس قوي، متحمس قوي لل 11 تي برو زي ال 10 تي وال 10 تي برو اللي نزلوا السنه اللي فاتت. دايما كده لما التي تتحط جنب الرقم كده تعرف ان شاومي هتقدم لك صفقه، صفقه فعلا يعني. كله بقى يقول لك بقى فين الخازوق، كله مستني كده الموبايلات دي هيكون فيها عيب، كاميرات بقى مش عارف ايه، شاشه بتطبع، عارف انت اللي هو ايه. قريت تعليقات الناس على الجروبات وكده، كله خلاص بقى متوقع من شاومي ان بعد السعر الجامد ده لازم يكون فيه كده ايه، بص اللي هو الحربايه ما بتحدفش كتاكيت. وانا ضد الصراحه ده، شايف عادي ان هو ممكن يكون موبايل متكامل، عادي ممكن تكون مش عارف الخامات ايه، عادي ممكن تكون الصوت مش حلو قوي، بس لا يعني ركز على الباكج الاساسيه، ركز على الشاشه، ركز على البروسيسور، انت بتاخد اداء محترم جدا. برده ستيل مش هنحكم غير لما نجرب الموبايلات، يعني انا كنت متحمس جدا بعد ما شفت الاسعار دي اعمل لكم الفيديو، وان شاء الله الموبايلات دي هنجربها قريب، الفيديو هينزل قريب ونشوف بقى هل في خازوق فعلا، هل بيسخن مثلا، هل الشاحن ال 120 واط ده ارقامه فعلا حقيقيه، كل دوت ان شاء الله هنجربه. فانزل اشترك حالا كده وشغل الجرس جنبيك واعمل لايك للفيديو. وعايز فرصه تكسب الموبايلات دي والله، يعني شاومي عامله مسابقه، خش على صفحه الفيسبوك كده اهوت، وهتلاقي اخر بوست نازل بيقول لك توقع الاسعار ديت. يعني سيبك من الاسعار اللي انا قلتها، يعني والله ده توقعي ممكن يطلع صح، بس انزل توقع كده الاسعار ديت في الكومنتات، ويختاروا واحد عشوائي يكسب موبايل هديه. النهارده وقت نزول الفيديو دوت يوم 27، الايفنت النهارده هيعلنوا عن التسعير، انا مصوره امبارح فمش عارف السعر، بس قولوا لي رايكم، قولوا لي رايكم الصراحه في اللي شاومي بتعمله. ارجع شوف الفيديو بتاع اونر امبارح، واستنى استنى السكتش بقى بتاع الفيديو اللي جاي في موبايل منافس منهم هيعجبك قوي 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 يعني، يا رب يعني. بس ده كان فيديو سريع كده من غير سكريبت ولا اي حاجه كده، علشان اشوف يعني شاومي فعلا مش ناويه تجيبها لبر، شاطرين في الماركتنج ووقت نزول البوستات والتسعير والضرب من تحت الحزام والكلام ده، احب انا قوي الكلام ده. بس كده، اعمل لايك للفيديو وسلام.